رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي قلت فيها وقولك الحق المبين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم حقِّق لنا معاني ومقاصد ودلالات آياتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأقاربنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومن يسمع كلامنا ويشاهد هذه المواقف العظيمة. اللهم أعتقنا جميعًا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ما سألناك من خيرٍ فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم ما لم نسألك من خيري الدنيا والآخرة فحقِّقه لنا، واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا رب العالمين. واغفر لوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق شبابنا ونساءنا وفتياتنا، وفقهم لما فيه الخير لدينهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت له السعادة وضمنت له الحسنى وزيادة. اللهم اللهم يا الله يا عزيز يا كريم يا غفور يا رحيم، اللهم إنا نسألك من خيرك من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على محمد إمام الحنفاء وسيد الأصفياء وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.